هنأ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد، مؤكداً أن هذه المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، إيماناً ويقيناً أنهم أصحاب الحق ليصنعوا ملحمة نصر أكتوبر المجيد. التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بمجموعة من الشركات المصرية الناشئة العاملة في مجال التعرف على هوية عملاء البنوك والدفع الإلكتروني وإعادة تدوير الزيوت والتأمين، مؤكدة أن جائحة كورونا أتاحت فرصا غير مسبوقة لنمو الأفكار الريادية والمبتكرة في ظل إقبال العالم على الخدمات التكنولوجية والعمل عن بعد، مشيرة إلى أهمية الفعاليات الدولية في تبادل الخبرات والتجارب من خلال ريادة الأعمال والأفكار المبتكرة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 338 شهادة لعدد 456 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 874.8 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1634 شركة، موضحة أن إتاحة هذه المستحقات المالية تأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة. وقع وزير الإسكان عاصم الجزار والهجرة نبيل مكرم بروتوكول تعاون لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تنفيذ مبادرتي حياة كريمة ومراكب النجاة. وأكد وزير الإسكان أن البروتوكول يستهدف تنفيذ مشروعات تنموية بالقرى المستهدفة لدعم التنمية المجتمعية المستدامة. كما أوضحت وزيرة الهجرة أن البروتوكول يستهدف أيضاً تنفيذ برامج التوعية التي من شأنها رفع وعي الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية. احتشد الآلاف من المواطنين التونسيين بوسط العاصمة تونس بشارع الحبيب بورقيبة في مظاهرات كبيرة لإعلان تأييدهم لقرارات الرئيس قيس سعيد، حيث رفعوا كذلك شعارات تطالب بحل البرلمان. وأكد المشاركون في المظاهرة أن قرارات الرئيس قيس سعيد كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من حالة الجمود الاقتصادي والاجتماعي بسبب السياسات الفاشلة لحركة النهضة الأخوانية ولوضع حد للفساد وتحقيق مطالب التونسيين. أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جايسيندا أردرين توسيع الإغلاق في البلاد عقب تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا خارج أوكلاند، مضيفة أن الإغلاق الصارم سينتهي بمجرد تلقيح 90% من السكان بشكل كامل، حيث سيصبح التلقيح شرطاً أساسياً للمواطنين غير نيوزيلنديين الذين يصلون البلاد اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل.